زون ميكست. السلام عليكم من جديد في زون ميكس. واستسمحنا السيد سامي المقدمي في يمكن خاص دقائق اضافيه نحكي فيها على فروع القاعات، لكن قبل ما نحكي على القاعات مازال انا حابين اسالوا على موضوع عقد تجديد الشماخي، هل فما جديد ولا لا؟ مازال ما فماش جديد، ان شاء الله يجدد. وهنا كما قلت هالمره اللي فات اذا جدد يبقى ولدنا، واذا ما جددش بيوجهوا خير. ما احنا ساعين معاه، راه معناها فما نحكيو معاه كل يوم. بس قاعدين تحكيو؟ ما زلتوا تحكيو معاه كل يوم؟ باهي. اموال صفقه اسكندر زايد هل وصلت باش يخلصوا من الصفقه؟ نعرفوا ان اللاعبين باش يخلصوا من الاموال هذيك هكا ولا لا؟ ما عنديش علم. ما تعرفش وصلوا ولا لا؟ ما نعرفش وصلوا ولا مازالوا ما وصلوش، خاطر ما عنديش اطلاع على الجانب المالي هذاك. لقيتوا حالة معاهم لعبيت الهوند ولا كيفاش بالضبط؟ لعبيت الهوند معناها وكا معناها كل مره قاعدين يخلصوا فما اونجير. بالنسبه للباسكيت والفولي، بالنسبه للباسكيت والفولي معناها الوضعيه كما قلت لك، راهو رياضات القاعات اذا ما عندهمش ان سبونسور سبيسيفيك ليهم راهو باش تقعد الوضعيه متواصله كما هكا. واضح. سي سامي يطلب ملك الامنوم محامي اللاعب وهلي وضيوف، يطلب حب يوضح بعض النقاط بخصوص اللي قلته على وهلي وضيوف. مرحبا بك سي مالك. مرحبا بك سي اسلام، ومرحبا بسيد الكاتب العام نادي الفريق. شو حبيت توضح بالضبط سي مالك؟ والله شوف، انا كنت استمعت اول البرنامج نتاعكم بارك الله فيكم، واستمعت للسيد الكاتب العام الجديد للنادي الافريقي اللي نتمناو له مسيره موفقه ان شاء الله. ربما هو الى اون كور دو باساسيون ما عندوش كل المعلومات المتعلقه بملف والي ديوف. حبيت نوضح اللي والي ديوف الى حد الان لم يتسلم ولا مليم من النادي الافريقي. والي ديوف لديه قضيه امام غرفه فض النزاعات بالفيفا، والفيفا راس النادي الافريقي واعطاه اجل 6 فيفري باش يجاوب على عريضه الدعوه. وكان ثم ما يخالف ذلك يعلمونا يبعثوا لنا، لكن نحن الى حد الان ما تلقينا حد شيء. انا محامي اللاعب بطبيعه الحال، هو عنده وكيل لاعبين. تعرفش انا سمعت الموضوع هذا عند سي سامي، لكن الى حد الان لليوم الصباح انا نحكي مع اللاعب وما تسلم حد شيء. ونحن متمسكين بالطلبات نتاعنا امام الفيفا. اللاعب بالضبط اليوم طالب 96,000 يورو معاهم لي بيناليتي، يعني لاندينيتي دو روتار. فوالا، هذا اللي حبيت نوضحه السي سامي. ربما نعذروه خاطر ربما مازال كيتقلد المنصب، المعلومه ما وصلتوش بكدا. على كل حال الهيئه المديره الرئيس والكاتب العام القديم يعرفوا الموضوع هذا. معناها ما تسلمش ولي ضيوف فلوس وبقات الاشكاليه في الوكيل العمال؟ لا لا ما تسلم حد شيء. تسلم 48,000 فرو استاذنا. نعم؟ تسلم 48,000 فرو. والله يا سي سامي كان فما ما يفيد ذلك موجود حتى بعد ليميسيون. موجود ما يفيد اللي هو تسلم 48,000 فرو. نحن الى حد الان لم نتلقى شيئا، وعندنا قضيه ضد النادي الافريقي، وكان ثم حاجه تفضلوا بعثوها لغرفه فض النزاع. لكن الى حد الان ثم حد شيء يفيد ولا ملي مش 48,000 فرو. باهي سي مالك، خذيت وثيقه من عند سي سامي توا وراها هذه في النجم، حتى بعد كان يسمح ان نشوفها ولا باهي. لو كان تحكي اكثر على الوثيقه هذه، تفيد المبلغ اللي خذيت 48,000؟ تفيد اللي هو تسلم من عندنا مبلغ 48,000 فرو وممضات من قبل اللاعب اللي حد شفته جايزي في البلديه. ممضات من قبل شكون؟ اللاعب. من قبل اللاعب بنى تاريخ. كان تسمحوني تعطيني التاريخ نتعلم؟ اي جوستو ما قاعد يثبت في شوف التاريخ بالضبط. لا سامحني، ممضات في بور ليغاليزاسيون دو لا سيناتور مسيو ضيوف والي لو 26 ديسمبر 2019. 26 ديسمبر 2019 في سيسامي والي ديوف في باريس مش في تونس. لا هذايا معناها هذايا راهي منضات في باريس. والله شوف نحن تفرحونا، لكن الى حد الان راهو اللاعب انا نشكك في الوثيقه هذايا مع احترامي. انت قاعد تحكي معاه اللاعب سي مالك، لكن ما عندنا حتى وثيقه الى حد الان. ونتمنى
تبعثوها للفيفا. سي مالك انت قاعد ان كونتاكت معاه اللاعب اكيد نتاعك ولا؟ اي نعم بطبيعه الحال. ما قال لكم حتى شيء بخصوص الاموال هذه اللي تسلمها معناها؟ انا لليوم الصباح باتصال مع اللاعب وما داير. هو كان تلقى الاموال نتاعو باش يطلب مني باش يطرح القضيه. نحن عندنا طالبين 96,000 يورو. يا ريت كان فما مبلغ تسبق اكيد كان يعلمني به. وانا لليوم الصباح باتصال معاه وهو اللاعب كما قلت لك ما جاش لتونس. هذاك علاش سالتك وين ممضات الوثيق. لا في باريس ماهيش في تونس استاذ. على كل حال هذه فرصه باش تواصلت مع الكاتب العام الجديد ولو فيه وثيقه معناها راجين منه باش يعلمنا بها. واضح. ما نعرفش كيفاش البروسيدور بالضبط تصير لهنا. البروسيدور تو يقع الاتفاق مع الاستاذ المنوم ونعلموه. تنجموا تاسقوا مع بعضكم اكيد بخصوص الوثيقه. ما عندناش اشكال. معناها مرحبا بك. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سي مالك. هذا كان توضيح منك واكيد الهيئة نتاع النادي الافريقي عندها كل المدعمات نتاعها بخصوص تسوية ملف والي الضيوف. شكرا لك سي سامي شرفت اليوم بحضورك بحضنا. نخليك كنت حاب تعدي مساج ولا كلمة في الختام لأحباء النادي الافريقي. أحباء النادي الافريقي نقول لهم كلمة بركة. راهو كيما وقفتوا لجمعيتكم قبل راكم باش تكملوا تقفوا لجمعيتكم. راهو المهمة نتاع أي نوع نتاع مسؤول راهي تقديم الإضافة. ساعات الناس تغلط وناس كل خطائين اللي ما نصاب عنده أجر اللي ما صابش معناها صحيح نحاسبوه. الحاجة اللي نعود بها جماهير النادي الافريقي اللي راو نعملوا هيكلة إدارية مهما كان الشخص مهما كان الظرف باش النادي كيما معناها احنا نادي راو عمرنا 100 سنة معناها مناش معناها جايين البارح ولا لازمنا معناها تكون عندنا هيكلة إدارية قوية. لازمنا تكون عندنا معناها ثنية واضحة قدامنا نمشي فيها ويدينا محلولة. رو معناها نحكي توا على نفسي أنا يدي محلولة معناها الاقتراحات معناها التنظيمية الكل بالنسبة لل الجماهير النادي اللي عندها أفكار في التنظيم ولا الهيكلة كما تعملت لطخة معناها بالنسبة لجمع الأموال زادت تعمل معناها تقديم الاقتراحات وكيفاش النادي معناها تكون عنده هيكلة إدارية قوية باش ينجم. اللي هنا مسؤولية الهيئة في التواصل مع الأحباء ومع العباد اللي عندها أفكار. أكيد فبرشا من الأحباء النادي الإفريقي أكيد عندهم برشا أفكار ينجموا يعاونوا بها الجال. لازم الهيئة تكون يدها محلولة أكثر للعباد هذه. الهيئة باش تكون يدها محلولة أكثر. انا زادة معناها بيدي محلولة الناس كل معناها باش نحكي مع العباد الكل كيفاش هو تصورهم معناها الهيكلة الإدارية للنادي. خاطر هي ما عادش عندك فكرة قبل صارت سابقة السوسيوس في باريس اكيد جابوا مشروع كبير للنادي الافريقي نتاع باش تدخل منه اموال حتى للبنية التحتية نتاع النادي الافريقي. لكن صارت كل قطيعة والخلاف بين الهيئة والسوسيوس ومتمش السامر. لازمنا ننهيو الخلافات الكل. هو الظرف نتاع خلاف راهو توا في النادي الافريقي. رغم الغلطة اللي قاعدين نعملوا فيها احنا توا في النادي الافريقي اللي رانا قاعدين نختلفوا ومسيبين لب الموضوع راهو انقاذ النادي الافريقي. راهو كيفاش النادي الافريقي معناها يدخل المية سنة الثانية متاعه يدخل بستركتور قوية يدخل بموارد قوية. هذاك راهو لب الموضوع. احنا اذا باش نقعدوا احنا نتلهاو بالامور الجانبية راهو ما عندنا وين باش نوصل. هو النادي الافريقي اكيد اكثر جماعه يمكن تمتاز بالخلافات هذه بين خاصه بين اولادها وبين حتى كبراتها لا خاطرنا النادي جون راهو تلمو احنا نحبوا النادي الافريقي راهو معناها نوصلوا نختلفوا معناها راهو علاقه عضويه راهي سيتون ريلاسيون باسيونيل ما بين النادي الافريقي وجماهيره. راهو ساعات رانا نفوتوا معناها المعقول نفوتوه ندخلوا في اللامعقول. يعطيك الصحة سي سامي شرفتنا بحضورك بحضانا اليوم. أكيد متواصلين حتى للخمسة بتاع العشية في زون ميكس. بعد شوية باش يكون حوار خاص مع اللاعب الدولي السابق علي الدين يحيى. يستناونا موزيكا وبعد مواصلين حتى للخمسة بتاع العشية. بارك الله فيك.